خير سنة وأنتم طيبات وأنتم طيبون ورمضان كريم الله أكرم وطبعا والليلة كده مبروكة وجميلة وعلى يعني على حس أختنا وصديقتنا وحبيبتنا وقائدتنا سارة بكر قائد ترجمة أو يعني أو ما شبه لهم يعني. طبعا اليوم اللي ببقى يعني أتكلم فيه مع سلوى يعني ببقى في سهرة كده مع صديقتي العزيزة الكاتبة الكبيرة سلوى بكر. أنا بسعد وبندشي والحقيقة أنا كمان ضعيف قدام جيل السبعينات كله أيا كان بكل تفاصيله بكل أخطائه بكل صلاحياته وبيبقى زي ما بيقولوا كده بيبقوا بالنسبة لي أهل ثقة الحقيقة على الصور حاضر حنف ما تيجي واحد ده معهم طيب وطبعا سلوى الأحرى يعني احنا نعرف بعض تقريبا تكاد تكون أقدم صداقة في الحياة الثقافية عندما كنا كده يافعين بنتحرك في القاهرة كده بكل قوتنا رايحين جايين وأنا طبعا كتبت وحكيت أكثر من مرة عن يعني كيف كانت علاقتنا وصداقتنا يمكن من 76 بس ما كانتش الصداقة في 76 ولكن بدأت 79 80 حقيقة وحتى بعد كده ذهبت بيروت وقبل دي كان أصدرت كراستين صغيرين حكاية بسيطة والخصبة والكتباء وزي ما تقول كده إن هي بدأت من القمة يعني كانت بانت الملامح في هذه الكتابة في القصتين والقصيرتين الأولين اللي هي حكاية بسيطة والخصبة والكتباء ثم كان السفر طبعا الوضع ساعتها الواقع كان شائك يعني كان شائك لأي حد كان بيشتغل في الثقافة أو في السياسة كان يعلم تماما إنه كان شائك وربما تكون برضو يعني إيه يعني كتابة الكاتبات دائما محفوفة بالمشاكل محفوفة يا إما بالاستقطاب يا إما بالغيرة يا إما بالتناحر يا إما بتصعيد حد على حد وسلوى لا تملك سوى قلمها سبب الرجاله بالتأكيد وسلوى لا تملك ما تقطعنيش لو سمحت ولا تملك سوى القلم وسوى حسها الأدبي وأنا أتذكر يعني يمكن من أولى لقاءاتنا إن أنا لمحت يعني فعلا ثقافة ثقافة يعني كنا احنا نقول كنا يعني قريبين من بعض في السن جدا لكن هي كانت قريبين اكبر منا بثلاث سنين بستة لا ستة ثمانية فكانت فطبعا وبعدين ايه قالت لي اول ما اتقابلنا قالت لي انت لازم تقرا كتاب اسخريوس واتينا بتاع تومسون اللي خدوا مني فتح الباب ورجعوا لا هي بتاعه وصلت دلوقتي طبعا عندي انا جبت اشتريت عندك طبعا لا 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 مني فتح الباب وما رجعوش لحد دلوقتي ده كتاب مهم فعلا طبعا انا عامل العمل خالص لا لا عندك حاجه كتب ثانيه المهم يعني فانا بعتقد ان يعني كانت صداقتي بسلوى كانت صداقة مثمرة وعامرة خاصة ان احنا كنا على ارضية يعني خندق واحد خندق سياسي واحد الفترة دي كانت يعني كانت المثقفين كده متشكلين حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا وحزب كذا فاحنا كمان كنا في خندق واحد تقريبا وفي طرفة من الطرائف قبل ما اعرفك الصديق اللي كان يعني قال لي قابلها قال لي انت هتمسك مسؤول لا مش مسؤول ده محمد هاشم يعني كان حبيبنا اللي هو جوز وفاء عارف لو تعرفه وفاء عارف الله يرحمه فهو في مش يعني ساب مصر
فقال لي هي هتبقى ماسكه سبرين ريفو وفي الايد الثانيه مجله الاهداف الاقتصادي. كنا بنتقابل بالطريقه دي مجله ايه؟ مش ورقه صفراء. لا 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 كانش عندنا الكلام ده حاجات كده يعني ايه. والحقيقه ان في اليوم ده سبب ما جاتش وانا ما اعرفش احنا بعد كده بعديها باسبوع ولا 10 ايام اتقابلنا عندها في البيت بس ما اعرفش ايه الظرف يعني مين اللي قال يعني مهم يعني. وفي اليوم ده انا شفت زوجتي الاولى زينب عندها تقريبا ساعتها وهي قالت لي ما تتجوزها لا يا سلوى ما اتجوزش كان مع بعض اتجوزها مهم يعني. فبعد كده سافر بيروت دي الجبوه بتقول ايه من ما سمعناش الجمله قلت لها قلت لها ما بتجوزش وبعدين كده بيتجوز قلت لها بيتجوز احنا ساعتها كنا كلنا ما بنتجوزش على لا على شفع حضرات السمول والمعتقلات والكلام ده تمام او ده الهدف الاساس بتاعي يعني اورط حد معايا ليه واتسجن ثاني يوم ولا ايش ناكل وحاجات مهم يعني. فطبعا لان سلوى بقى على المستوى الانساني بصراحه يعني سند مش صديقه فحسب سند حقيقي سند حقيقي بالنسبه لي انا شخصيا في الحياه. وبدات طبعا المجموعه الاولى اللي هي يعني يمكن ثبتت وجود سلوى الفني والادبي اللي هي زينات في جناس الرئيس. هذه المجموعه الاولى الحقيقه هي كتبتها كانت في قبرص وساعتها انا كان برضو كان جايلي شغل في قبرص في الفترة دي. ولكن لما اتعمل ندوة في عند نوال السعداوي في التضامن منظمة التضامن وقدمت يمكن أول ورقة قدمتها كانت قدمتها الدكتورة فريال غزوف ربنا يديها الصحة. وكانت نوال السعداوي كانت معجبة جدا بالدراسة وأنا خدت النوال ساعتها الكلام ده يمكن في 88 يا سوفي 88 تقريبا وانا خدت النوال المجموعه وقريتها بعد كده وعجبتها جدا. ورجعت طبعا سلوى من قبرص وبدات المسيره العظيمه منذ ذلك الوقت وتتالت الكتابات واثارت الجدل. واعتقد ان لان سلوى كمان يعني لا تعتمد الا على ما تكتبه وهو سفرها الأساسي والمحترم في الحياة الثقافية وزي ما بتقول كده يعني دائما إن هو الأدب هو العلاقة الأساسية بالناس وكده لا في سلطة ولا في يعني ما هياش مثلا رئيس تحرير مجلة أو حاجات زي كده. ويمكن ده يعني كانت في ناس كتيرة بيبقوا مش يعني ايه يعني متوجسين او ما يعني يعملوا تسويق لكتاب او كاتبات اخريات. ويعني سوا حتى الان لم نرى على غلاف مجلة مصرية مثلا يعني بينما ان في التدشين او في عالم الكتاب عندنا الادب الادب اوكي. فيعني على اي حال ان كان يمكن كمان حتى جائزه الدوله التقديريه حصلت عليها متاخر وكان وانا يمكن حضرت في كواليس الجوائز شويه فكنت بشوف قد ايه مدى العنصره اللي موجودة ضد بعض الكاتبات وبعض الكتاب الحقيقة يعني. وهي عارفة كمان اللي جانا احنا تزامنا ايضا الزملاء في لجنة نجيب محفوظ فبنشوف الناس بتعمل ايه وده لو كتبناه يقلب الدنيا برضو فكرة الانحيازات اللي موجودة. على حال ان كان الانحياز لسلوى هو انحياز فني وادبي وثقافي اهم بكتير جدا من الانحياز الشخصي لان الانحياز الشخصي دائما بيسبق ويظل الاحترام. لذلك لما سلوى حصلت على جائزه الدوله التقديريه كان في مظاهره ثقافيه
لكثيرين وكثيرات من الناس الحقيقيه في الحياه الثقافيه احتفوا بهذا الفوز. واعتقد ان كمان هي تشرف اي جائزه انها تاخدها. بعد الروايات وفي كتابتها طبعا سلوى كمان يعني في شخصيتها اللي احنا نعرفها بتتسلل باشكال مختلفه في الكتابه، مفرداتها جملها، بس طبعا الفن بيلعب دوره في البناء وفي الجمل والحوارات وحاجات من هذا النوع. فانا مثلا يعني مثلا من ضمن الحاجات الروايه دي بتبدا بمشهد كنيسه الزيتون سنه 68 لما ظهرت فيها العذراء. فالمشهد ده للكبار والعواجيز زي حضروه، احنا كنا بنيجي ماشي من بيتنا في الزيتون، كان عندي ساعتها 12 سنه تقريبا، وكنا بنيجي ماشي من بيتنا عشان نتفرج على الناس. وطبعا كان فيه، هي ما قالتش ده في وصف المشهد، ان كان فيه شبان صغيرين يجوا عشان يتزنقوا في البنات وحاجات من هذا النوع. يعني دي كانت حاجه من الحاجات، وفي نشالين، يعني هو كان سوق الحقيقه لكل الاشياء السيئه، النشل والتحرش ومش عارف حاجات زي كده. ولكن هي المشهد ده اعتقد انه يعني ربطه مع الروايه مهم جدا. احنا كنا في اعقاب 67 وكان لازم ان في معادل اخر، معادل غير واقعي عشان يتبص للواقع بشكل معين. فكان 67 فلازم نخترع معجزه، فكانت كنيسه الزيتون العظيمه. هي لم يعني سلوى لم تذكر او لم تصف او لم ترصد هذا المشهد حسب، ولكنها اتكلمت عن الزيتون، عملت حشد بقى لمعلومات عن الزيتون وشرط مومباي والاسم الزيتون دي. زمان كان اسمها عزبه الزيتون بالمناسبه، وكانت مليانه فلل، وهي عزبه الزيتون قبل ما اسمها دلوقتي اسمها حلقه الزيتون. احنا على ايامنا كانت عزبه يا اسامه، ايام النقريص ده موضوع تاني. فاحنا يعني لا احنا سكننا في لسه جناين. ايوه كان اسمها عزبه الزيتون. شوف المنطقه دي كلها، الزيتون والبطاريه وعين شمس، دول كلهم كانوا يعني احنا عندنا مازال حتى الان فيلا حشمت في عين شمس، وقصر يوسف كمال اللي هو على فحات مطريه اللي اصبح دلوقتي معرفش ايه، وعزبه النخل كمان. فكلها فكانت الزيتون مليانه عزب وبنيان، يعني كانت الناس بتيجي. واحمد شوقي بالمناسبه، وفيلا محمد عبده او بيت محمد عبده كان عندنا في عين شمس اللي هو بقى المدرسه، وشيخ نظر عبد الحليم ايوه يا عم لو قلنا هنقعد نقول الصبح. وبلنت نفسه كان عارف، كان نص عين شمس اللي بتاعته هنا المبنى ده بالظبط في وشه وجنب الكنيسه، كان بيت محمد فريد ابو حديد ولبنى بنت، كانت سرايا الاولى الاعداديه وسرايا الاولى. لبنى بنته دي كانت استاذه الرياضه بتاعتي. طب مفيش حد عنده حاجه تانية؟ ذكريات. عايزين بس نشتغل بس خلينا اقول اللي عندك قول بعدين، لان كده هنستدعي يا جماعه شيلوا الحشيش اللي مع سامي. قلت لك رباني. فسلوى الحقيقه عامله بانوراما كده عن الزيتون، درجه انها اتكلمت عن تومباي نفسه، ومن خلال هذا المشهد قابلت شخص اسمه حسام رقيق وجميل وعزم ولطيف. احنا نتوقف لحد ما هي سلوى. هقول بس على الروايه عشان نعمل مدخل ليها وبعد كده الواقع النقدي. قابلت شخص اسمه حسام، فحسام ده اللي قابلته هنا وجاي يتفرج، اتذكرت انها قابلته في التحرير. مظاهرة في التحرير، وهو بعد كده تعرفت عليه، طلع واحد من كليه الهندسه من حركه 68. انا ما لحقتش الحركه دي الحقيقه، يعني ممكن فيما بعد، وكنا في العناديق اللي جوه في الوقت ده. لكن فهي بتتكلم
ان هو حكى لي هو شخص ثوري جدا وطبعا وبرده كريمه جت بعدين بعد 63 كتير دي فاتعرفت على حسام حبوا بعض وطبعا الفصول الاولى مليانه بتحديد شخصيه حسام ده واللي هو الثوري ودايما كان يتريق ويعلمها في نفس الوقت وقراها عدد من الكتب والمطبوعات الجميله وبالتاكيد كمان يعني ايه يعني حاول يجندها بس هي ما قالتش الكلام ده ف وبعد كده التناقض كان باين بين واحده لسه بريئه وليها واحده صديقه واحده اسمها هدى وهي كانت في كليه التربيه الرياضيه ويمكن بقى ايه كان في من خلال المشاهد دي سلوى بتعرض روح كانت موجوده احنا بنفتقدها دلوقتي يعني فكره طنط اثينا او اثينا وجوزها عم ويليام وفي نفس الوقت برضو هي ما استغرقتش بالطريقه الغيبيه في بناء مشهد كنيسه الزيتون ولكن بدات به من مدرب هو اللي يمكن كان شاهد اساسي في القصص ولكثير من الناس والناس اللي كانت بتيجي بقى اللي زاحفه من حتى من البلاد العربيه كانوا بيحبوا نتذكر ان كل المنطقه دي كانت حاشده عشان يشوفوا بس ايه العذره وهي بتطلع او بتتشاف او الى اخره يعني الناس كانت متعلقه بهالشاية وكانت عايزه اي حاجه يعني من ربنا عشان تبرد نارها على 67 لما حسام كان ماشي في مظاهرات اللي هي يعني في حشد معلوماتي الحقيقه لم اشعر بان الحشد المعلوماتي ده فيه اي تزايد او فيه اي استعراض ولكن هو جاي في السياق ودايما جاي في حوار ما بين حسام وما بين عفت واحيانا كمان ايه ان ابوها اللي كان بيتفرج على جمال عبد الناصر وعنده جمله اسيره لجمال عبد الناصر والراجل لا بيحب السياسه وكل ارتباطه بالسياسه متفرج على جمال عبد الناصر وهكذا استمرت القصه واتخطبوا حسام وعفت واتجوزوا جوازه بسيطه وفي حدث الحقيقه انا كنت يعني لما قالت واكتشفنا ان انا مش عذراء او ان مفيش مشاء بكاره او ان كذا طبعا التفصيله دي سلوى استخدمتها استخدام عظيم جدا في الروايه فيما بعد انا لما قلت كلمه اكتشفنا فاحتقدت ان ده خطا يعني في حاجه اسمها اكتشفنا يعني المفروض تبقى عارفه هي لكن هي فعلا مش عارفه ودي عملت ازمه ما بينها وبين حسام ده كانت اول في الروايه اول سقوط الاقنعه عن حسام بشكل ما اتنرفز واتضايق وخد جنب منها تماما وكانوا سافرين اسكندريه وقال لها مش هنسافر وحاجات من هذا النوع ولما جت مها الصبح تسالها قالت لها تمام قالت لها تمام فحاجات كده طبعا ما كانش في تمام اي تمام اصلا لان كانت العلاقه تقريبا كانت يعني اتدمرت بالجمله دي اظن ان حسام بدات بذور التغيير تعمل منذ تلك اللحظه ويمكن كمان الحدث ده كثف وراكم اشياء كتير جدا عنه يعني مش عايز اطول في المساله ولكن ان حسام بدا يتخلى عنها هو كان ابتدى يقول لها يعني تطور المسائل شويه ويقول لها هي سلوى عامله كمان بناء عام او هيكل عام مره باديه المساله ب 68 ثم 73 ثم 77 ثم 81 دول الاربع محطات زمنيه وفي تشابك جدلي ما بين الشخصيات اللي في الروايه هما الشخصيتين الاساسيتين يعني حسام وعفت ولكن في شخصيات جوه الروايه كتيره الام الاب الصديقه هدى في شخص بقى ظهر صديق لحسام هو اسمه علي البراوي لما علي البياري ده كان مهندس وبعدين الست الثانيه اسمها معرفه
في بلد اسمها الرياض كان كفر زي عشان كده هي بتصلح. ايوه كبيره تبع فتح كبير وكان مصر كبير ف بس هي ما قالتش سنه ولا تبع البلد. لا ما قالتش تبع البلد بس كده الرقم وظهرت المعركه ودور شخصيات يعني تقريبا الشخصيات تحولت الى شخصيات كبيره وفي ذكر للسعوديه اكثر من مره طبعا ودي شجاعه وجرأه من سلوى لان احنا اي مؤلف دلوقتي بيتحاشى ان يجيب سيره السعوديه الحقيقه يعني بيتحاشى وانه ودور النشر ساعات بترفض الكتب عشان كلمه السعوديه انا عارف ده كويس يعني من خلال تعاملي مع بعض دور النشر. فالمهم ان حسام ابتدت يعني يتنازل عن افكاره الثوريه او عن انتماءاته الاولى والمهم انه كمان انه تقريبا بقت بذور التخلف بدات تعمل بداخله ان لما قال لها خلاص احنا لازم نخلف وقعدوا 5 شهور ما يخلفوش بعد ما بقتش تاخد الموانع والمهم ابتدى يزن عليها عشان تسيب الشغل وتسيب الرأس أساسا أو تدريب الرأس في الكلية أو في المدرسة أو كده فابتدى الصراع ما بين التخلف والتقدم بشكل واحد صراع ما بين المادة تقريبا والمادة قال لها يعني هو كمان عملوا شركة هو والدياري دون وراح ودها الواحدة قال لها عايزك تيجي معايا عند المعارفة دي فراحت المعارفة طبعا سلوى وصفة من الطراز الأول فابتدت ترسخ في البيت والأشياء اللي جواه وستات لابسة حاجات كتير في إيديها ومش عارف إيه فهي اشمأزت ولما رجعت البيت قال لها إن إحنا عايزين لأن هم عايزين يسيبوا المكان اللي هناك وياخدوا في مكان في مدينة نصر طبعا مدينة نصر دي في الوقت دي كانت صحراء جرداء كان الناس تروح كان المتر ب 4 جنيه والناس مش عايزة تروح أصلا فالمهم الصراع بدأ حاد جدا بدأ يحتد شوية بشوية والحقيقة الإطار الفني اللي عملاه سلوى في الرواية إنه بالفعل الصراع تطور الدراما أو تطور الصراع جاي بشكل طبيعي ما فيهوش أي افتعال ما فيش أي يعني في ناس برضه يعملوا كده في الروايات يروح عاملين مقلب حرامية الواحد بيحس إن مفيش تمهيد لذلك إن الدروب جه فجأة لكن التطور الصراع موجود وهو أساسا أو سرته هو الصراع ما بين حسام وما بين عفت ولكن هو صراع في أشكال الانفتاح المدمر اللي حصل في ثنايا ذلك كان طبعا السادات راح القدس وهو كمان كان طول الوقت يتريق على السادات وحتى على عبد الناصر كمان وقال جمل تكاد تكون سبيه على الاثنين ورغم ذلك هو اصبح احد المستفيدين الكبار من الانفتاح الاقتصادي. انا عايز اقول ان حسام ده كمان هو رمز لقطاع وتيار موجود في جيلنا الحقيقه باشكال بقى مختلفه يعني اللي فتحوا شركات وعملوا مقاولات ومعرفش ايه ومن لف لفهم عشان بعض اصدقائنا ما يزعلوش يعني ومن لف لف هو لا اللي هم فتحوا مشاريع ومشاريع بقى على كل نوع تستطيع ده حسام نموذج وعفت هي نموذج للبنت اللي ظلت حامله ل انت بتقولي نكت يا عزيزي؟ الهوية فظلت الأستاذة محافظة على الهوية محافظة على هويتها وعلى ثوريتها ولما حصلت بقى معركة ضارية على التحجب وعلى التنقيب وبعد كده حصل حاجة مدمرة انفصلوا بعدها وطبعا انفصلوا متصلوش بشكل هادئ عملها زي بيت الوقف زي ما بيقولوا وعملت عليه الخلع وساعة ما حصل حكاية الخلع دي حست هي بالتحرر الحقيقة
وفي كمان كلام شاعري وكلام عاطفي موجود في الرواية. صوت هو صوت الواقع، وصوت الواقع الرديء، وهي صوت الحلم، وهي صوت الأمل، وفي نفس الوقت صوت المستقبل. بعتقد المستقبل اللي سيظل معلقا طوال الوقت. في خناقة هو الرواية، خناقة حقية ما بين هذا الواقع اللي تجرفت كل أشكال اللين والنبل من خلاله، وما بين عفة اللي هي ما زالت تحلم بأشياء جميلة، ويقول لها صدرك مفتوح، حس صدرك باظ من البتاع ويغطيه ويقول لها في حاجة بالقبض، وهي صدرها ما فيش هلتها بقى المرة الجاية مثل ثلاث سنتينات وضعف حاجات ده من هذا النوع. فعشان يعني هو يقول لها انت صدرك صغير، وهي هي اللي بتقول ان هو ممسوح، يعني هي وصفه البطله ظرفها حرام عليك. عايز اقول ان البطله جوه الروايه الحقيقه هي عايزه تقول يعني ان المساله بسيطه جدا، وان مفيش العنصر ده ما كانش مطروح اساسا، يعني فكره ال ومش هقدر اقول ان الروايه نسويه، بس هي الروايه او بتتكلم بصوت العدل. وعايز اقول ان سلوى في كتابتها ما هياش بتخترع العجله برضه، يعني بمعنى ان ببساطه شديده جدا وبلين شديد جدا بتستطيع انها ان القضيه اللي هي بتتكلم عنها بتوصل بمتعه شديده. ده الجانب الفني، مفيش هتاف، يعني مفيش هتافات جوه الروايه ولا اي حاجه زي مفيش هتافات ولا شعارات مرفوعه، ولكن الخناقه دائره من اول سطر لحد اخر سطر ما بين حسام وعفه من اجل الحصول على قدر من التنفس، قدر من الحريه، قدر من الهواء. فلذلك انا بقول ان هذه الروايه على الرغم من قصرها 127 صفحه الا انها استطاعت انها يعني تبلغنا بشحنه عاطفيه وشحنه فنيه جميله جدا. انا بهني سلوى على هذه الروايه اللي تحسب لرصيدها الروائي ورصيد الروايه المصريه ورصيد الروايه العربيه. بشكرك يا سلوى، ونبدا الكلام.